بيت المقدس نور من الأنوار. ولما دخلت المسجد دخلت خيمة نور، ولما سرت فيه قليلا دخل النور في فمي فملأ جسدي، ولا يزال يفعل ذلك. وكلما تذكرت هذا النور تعجبت، لأنه نور خاص لا وجود له في الكعبة، ولا وجود له عند سيدنا النبي، وهو نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار، نور خاص به، وكأنه تأتى من صلاة الأنبياء فيه. والساحة 144,000 متر، والإنسان يأخذ مترا، وقد صلى النبي 124,000 نبي، والبقية من 20,000 ملك كانوا من الملائكة. في هذه القمة، قمة دارية، وهذه الصلاة يبدو أنها أنارت المكان نورا خاصا. وفهمت حينئذ ما لم أكن قد فهمته من قبل، أن سيدي علي البيومي كان يسمى بغريق النور، وكنت أتعجب وأقول إنه لعله مجاز، فكيف يغرق أحدهم في النور؟ حتى دخلت الأقصى فغرقت في النور.